ليتس جو مع اليهودي. استغفر الله. اول شيء يصير وشو؟ راح تذبح نواف. ليه؟ لانه بثر. السلام. تكلم تكلم تكلم. القاتل بجيح، القاتل بجيح، مره بجيح. مصر ما شفت معنا في الاكتكال. ما شفت الا انت. في واحد ثالث كان معنا. لا ما في. في ثالث معنا منصور. متاكد ما في. ايش معنا واحد؟ طيب يا عيال شوفوا يا شباب، بقول لكم شيء زين. كبير علينا منصور، بس انا بريك منصور. تبي تبريني بكيفك؟ مو بنت. بقول لكم شيء، قولوا لا اله الا الله. لا اله الا الله. انا كنت في الالكتريكال انا وخالد، عرفت؟ مسكين قاعد يوصل اسلاكه وانا اوصل اسلاكي. كل الكلمات كل شوي كل واحد منا يتحرك في مكان نخلص مهامنا. اول ما خلصت لقيت راسه طاير ولقيت جنبي نواف. انا كنت معك اصلح، مو باللي خالد يصلح يا منصور، انا اللي اصلح. حتى انك صلحت اخر واحد اللي نصلح انا وياك سوا. في واحد دخل عندنا الكتريك، في ثالث دخل معنا في الكتريك. متاكد في واحد ثالث شطفني، بس ما ادري مين. لا شفت اسمه ولا شفت لونه. اللي شطفك يا احمد يا طرباخ. مين يا احمد يا طرباخ؟ لان يمين كان في سليمان ونايف وانس كان تو طالع من يمين مصلح الاوتو. احمد امك انا في الرياكتر الان. وين الجثه؟ الجثه في الالكتريكال. اي انا كنت هناك. ما شفت احد يا احمد؟ احمد انا يعني الحين موجودين جوا الالكتريكال. سوشي ونواف عليهم شكوك. انا نواف لا. ما عجبني. لا 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 قاعد يقول شوف انا قاعد اقول لك مليون في الميه اوكي ان سلف نواف. انا اقدر اضمن لكم الكل هذا. سليمان ونايف. تعال 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 انا في الويبنز. طيب واحد دخل لك. طيب ايش فين الجثه؟ تعال. ايوه الجثه كانت وراك يا ايمن. دعوه الويبنز. ايه سقطت ساهمه. ليتس جو يا ذبحه. يا ساتر يا ذبحه. ذبحه ولا في الخيال. ذبحه ولا في الخيال. ذبحة ولا في الخيال. ذبحة أسطورية يا ساتر. يا ساتر تعب موضوع. اوف 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 يا ساتر. ما تورطني ورع يا عيال. لا معليش بس نقطة سريعة. أنا كنت علق الحين شفت أنس يقطع رأس واحد. أنس علق؟ شوف أنس شفته على إيه والله العظيم شفتك بالشاشات تقص رويسة قص بالكاميرات. قص مين؟ نعم بالكامات ولا باللق؟ بالكامات بالكامات. توني طالع وين؟ منها رحت للكافيتيريا عشان أبلغ. ها؟ طب دقيقة. منصور منصور انت حلفت بس يعني مستقبلنا تحت. اوكي بدون حلف. سوري سوري. ها شلون تشوف ياسم بالليل؟ كل شيء قرب لك يا ام نواف. يعطيك العافية. دقيقة احمد اللي مسوي الميتنج. حبيبي والله احمد. احمد انت انا ما عندي كاميرتي مو بينا. تعال احطك سيت بي بتطالع فوق. لا ابو عمر ركز بالجيم ولا حط ميوت. عندي سليمان احمد ليش خربت ام النقاش ثلاث مرات. حط ميوت لا تناقش. سليمان لا تقول لي. سليمان حط ميوت. منصور انا ما سويت شيء. انا قبل اللي صوتوا على مدري صوتوا. انا ما سويت شيء. احمد ليش مسوي ميتنج؟ ما ادري ميتنج انا مبلغ. احمد ملاقي جثه. احمد لاقي جثه. طب دقيقة دقيقة لا تقول وين الجثة. منصور وين الجثة؟ ما ادري والله. انا على الكامات. ايه شفتك. لا تحلف يا اخوي لا تحلف. ما حلفت الا قلت ما ادري والله. قلت ما ادري والله. ما ادري ما ادري وين ما ادري. يا الله. طيب سم بس المهم اني شفت الحين انت
اوكي الحين انت يا منصور تقول شفت بسرعه ما اقدر اني ثانيه. منصور يقول شفت انس يقتل احمد. وش تبريرك احمد؟ انت لاقي جثه احمد. اول شيء وين الجثه؟ الجثه عند الباب حق شو اسمه الادمن. كلام منصور صحيح لانه هو قال انا شفتك. قال انا شفتك في هذا صح ولا لا؟ يعني انا شلون لا مو بنا عيال بعد انس 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 دافع بسرعه ما عندك 11 ثانيه بسرعه. مو بنا هو يقول لا ذبحت مو انا ما ذبحت في احد شاف. وين كنت؟ وين كنت؟ طيب اخلص انت كنت ابن قاطعت 16000 نقاش. اسكت اسكت ولا كلمه. الجيم اثنينكم بدون شروط يا عمي. احنا فالحين انت اسكت سكر ميوت ولا يكثر. ابو عمر تراك خربت 16000 ميتنج. مو أنا والله مو أنا. كل ما جاي قال لي أشكر أشكر أشكر. أسكت حط ميوت أخي. مو الله خرب على أم من الجيم. أماكنكم يا شباب. الو تفضل طرباخ. اقول اماكنكم. نايف انا في الادمن اسوي ابلود سوشي. انا جهه اليمين عند الوبنز توني نازل تحت. سليمان ادري نسيت. يا ليل انت اول شيء بعصت ام الميتينجات اللي قبل كلها فهمت والحين تقول ما ادري. واشكر نسيت وين مكاني. شوف انا قاعد اصلح كهرباء. نسيت تاكل نسيت تشرب. ايه احنا اربعه احنا اربعه احنا اربعه ما نصوت. هذا اولا ساس على سليمان على ابو عمر لانه قاعد يصرف. هذا رقم واحد. رقم اثنين الجثه عزيز اربع ايام. نفسي يقول طرباخ يا رجال. اصه 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 سكيب. دقيقه عندي اتصال. اتوقع ان نايف شاك فيني. اتوقع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بالله شوفوا قديش أنا توغوموري. تفضل. شوف أولاً أضحك عليك ضحك. سوشي في الكاميرات ما بيشغل الكوميونيكيشن على نفسه. هذا واحد. ثانياً نايف صلح معاي الأوتو مرتين. هذا ثاني. وصلح معاي الرياكتر. ثالثاً ما بقى غير طرباخ. حلو. وانا زي ما قلت لكم احتكيت مع عزيز اربع ايام. حلو. وعلم النفس كان يقول من زمان انه طرباخ. علم النفس اولا عند عزيز تبن وعندك متخلف ولا اي دليل انت اساسا ولا اي دليل. انا مأفك رايح اجيب العشاء حق اهلي ولا ادري لا اكسجين ولا هم يحزنون. جيت لقيت جيت لقيت الرياكتر شغال. مشيت من جهتكم قابلني سليمان قابلني نايف وطلع من الرياكتر منصور. مشيت مع نايف انحجزنا انا ونايف عند المدبي طلعنا منها رحنا الادمن. بعد ادمن اشتغل الكوميونيكيشن رحنا الكوميونيكيشن شغلته وانت رحت سويت البلاغ تبغى تطلع واحد فمعناها ممكن انت القاتل. وش العشاء؟ العشاء كراك. وش العشاء؟ شوف 99% انه انت عزوز. ليه؟ انا صدق انا عطني قاعد عطني. يا عيال من اليوم قاعد يتهم ابو عمر بدون باشياء باطله كليا. لا يا حنستناك تشيل دم. اربعه اسمع 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 حسب سليمان. اربعه اسمع اسمع اربعه حنا اربع اشخاص تسوي سكيب. اسمع تسوي سكيب اضمن من انك تذبح. تذبح معناها انت قاتل تبي تشيل احد. مو اضمن مو اضمن. سووا ابو عمر ابو عمر لا تسوي تخلف. ابو عمر ابو عمر على ضمان. اذا طلع اذا طلعت انا مو بومبوستر يقدر يقدر يقتل ويفوز. لا الا يبقى اثنين يذبح يفوز. لا تعرف ليش؟ ليش؟ لانك انت القاتل. انت القاتل فيكتوري يا حبيبي. لانك انت قاتل سوشي. انا بسكب لو هو قاتل. انا بسكب خلاص. نايف اليوم اي يبي يحطها فيني لاني مأفك. دقيقه لا الحين هنا نكبه نكبه اربعه وكلهم معرقين. ولا والله منصور مو معرق فممكن استغل منصور واذبح واحد من اثنين هذولي. نايف بيقلب علي على طول 100% ما فيها كلام.
ايش الغباء؟ تعال نايف! تعال نايف الكم! ها؟ اقول نشوفك على خير. هاي! منصور اسمعني منصور اسمعني! منصور بيحطها فيني منصور تكفى بيحطها فيني منصور. منصور اسمعني منصور انت لقيت فوق صح وانا بالدائرة ما في الا انا ونايف اسمع انا ونايف وسليمان مع بعض يا منصور صوت صوت مع عندي ناس حب صوت يا الله صوت من هو بيقطع راس نايف يقطع من اول صوت من قطع راسه ضعيف صوت من على من صوت عليك انت يا الله تكفى يا اخي نايف تبي نتمس وشي نايف يا بزر اسمع اسمع نايف نايف اسمعني نايف نايف اسمعني خلاص الكرة في يدك انت القاتل بتذبحني يلا شلني يلا صوت انت صوت انت خلاص صوت انا لا لا انت صوت يا صوت يا رجال خربت اهلا وسهلا ام القهر يقلع ام القهر والله اني داري ميوتي الغالي بند بند وقف موت وقف طائع جزت ايوه الجثه لقيتها في الالكتريك لا لا تقول لا تقول لا تقول لك ما قلت طيب نبغى اخذها مكانكم ابو عمر وينك قفل علي الباب في السترج طرباخ لورنجل مافيا فوق يمين نسوي داونلود حق ليش ما قعدت باللوك طيب؟ وين 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 فوق فوق وين؟ اسوي داونلود اول ما بدا الجيم قاعد فوق وين؟ داونلود في الكافيتيريا فوق افتك منه مو هناك صوت عليه مو هناك صدق؟ صدق نواف شايف انا نواف افك طويل في الكافيتيريا ولا جاب اول شيء قال فوق يمين بيقول في الويبنز بس انه ما في احد انا في الويبنز فوق يمين يا الكافيتيريا وين يا وين ما فوق من اول من اول ما حكيت قلت لك فوق يمين اسوي داونلود مرتفت لك انا والله ما يا اخي فوق يمين يا شباب اوكي انا 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 عندي سؤال المافيا انا 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 عندي سؤال المافيا انا عندي سؤال المافيا ليش ما قعدت باللوج طيب استكمل داونلود يا اخي استكمل داونلود ما مرتفت استكمل داونلود لازم لازم نطلع واحد على العموم اي لازم مافيا يلا يلا مافيا يا شباب قلت لكم انا كنت كافيتيريا فوق يمين اسوي داونلود اللي مصوت علي انا يمين نواف في كافيتيريا سليمان ممكن استلم المايك تفضل عندي تحليلات ما تغلط 99% دائما تكون صحيحه ودقيقه بناء على دراسات تفضل تعجبني دراساتك اول امبوستر كان صحيح مستر مافيا بحكم انه ما اشتغل الرياكتر انا رقم واحد رقم اثنين الامبوستر ثاني لما يشوف امبوستر الاول خويه رايح رايح ايش يسوي يسكت لين اخر الميتنج يقول يعني شباب هذا نصوت عليه خلاص ويصوت عليه كان في هذه المره رباخ ابو عمر الله يرحم لي والديك كل مره تحقق تجي علي يا اخي طلعني فكني من الدنيا شوف ترى يعني ترى يعني من اول وانت كذا ولا ابغى غلط عليك يا ابو عمر اذا طلع الكلام صحيح بعشيك المطعم اللي تبيه يا رجال ما عنده مع جدتي كل ما ذا داور علي بس صوت علي صوت علي طلعني وبعدين طلعه بعدي اشغلنا كل ما ذا عندي تحليلات دقيقة وعندي واخشي داور علي قلها من اول وخلاص ما انت فايز قدام اليوفي كل واحد عنده صوته ويملك الصوت والله عاد صوته بكيفكم تكبت انا القم سليمان بالله ابغى الجيم ما تكفى والله للاسف اني ما ذبحت انا ما شفت الجيم ولا اعرف شيء طرباخ امبوستر واضح للاسف انه يعني ما عندك اي حجه يا استاذ ابو عمر انا عندي حجه اللي هي انك امبوستر جيب دليل انا ما ابو عمر بالله المشرفين اكتبوا الوقت ابو عمر تلزق الغالي